لما بارك لك اللوك الابيض بعد مرور 5 سنوات على الجواز برضه بلوك ابيض والنهارده لوك ابيض، ايه علاقتك بالابيض؟ ده من 5 سنين بس تفوز هنا. انت احتفلتي لسه بقالك بخمس سنين؟ انت محسستني ان انا عروسه مثلا بقالي 4 شهور فلسه لابسه ابيض، ده 5 سنين. انت لسه كنت محتفله. ايوه 5 سنين برضه بلوك ابيض. لا ده كان شميس يعني خروج عاديه يعني، بس هو الفستان ده يعني كانش اقتراحي، يعني اقتراح سعيد رمزي وانا وافقت عليه، قال لي نلبس ابيض وقلت له نلبس ابيض او هنقع. لا تعالي انت بقى هنقرب شويه. قربي لنا احنا بس عشان احنا بنقرب. كابول والرئيس عبد الفتاح السيسي يعني طلع يتكلم مع كاتب عبد الكريم كمال، بعد المكالمه دي انت حسيتي؟ لا حسيت بدعم شديد جدا للفن وتقدير، ودايما انا بحس انه يعني الفنان هو احد الادوات المهمه جدا في الشارع المصري وتوعية الشارع، وممكن يعمل الفنان هو الضمير او الضمير الجمعي للشارع، ده حقيقي، وبيأثر في الناس وممكن يأثر فيهم حتى لو مش بشكل حالي، ممكن يأثر فيهم على اللونج ران. نسبة المشاهدة يعني زادت دلوقتي لما اتعاد عرض القاهرة كابل، شايفة ان هو اتظلم في رمضان وسط المسلسلات؟ لا هو ما اتظلمش، هو اتشاف كويس قوي وعمل فيدباك حلو قوي. كنت تتوقع ان طالبان ترجع تاني للحكم واللي حصل ده كله؟ لا انا ما بتوقعش حاجة في السياسة وما بفهمش فيها وبحس انها غدارة جدا. اكيد بس مفيش حاجة اسمها قاهرة كابل الاثنين دي خالص، انا ما سمعتش عنها خالص ولا مطروحة خالص. ورد المفروض كان يبقى من الاعمال اللي موجودة في رمضان بس ما كانش موجود، ايه السبب وهل ممكن نشوفه في رمضان اللي جاي؟ المشكلة ان المنتج ما كانش معاه سيولة كافية وكان مش مخضرم انتاجيا، ده كان تاني عمل ليه واول عمل ضخم، العمل اللي قبليه كان 10 حلقات ومعرفش يبيعه، ده ما كانش معاه ضخ فلوس وكان مستني يبيع العمل اللي قبليه علشان يضخ في ده، فهو ما كانش عنده خبرة انتاجية كفاية عشان يكمل، فلازم يجي منتج اخر يشيل العمل يكمل بيه. ده بيحصل ولا الموضوع خلاص دلوقتي؟ انا بسمع عنه حاجة، انا بعمل حاجة تانية خالص دلوقتي. نعرفها بقى. بعمل مسلسل وش تالت، ده اخراج احمد حسن وتأليف محمد علي بعد اذنه.